زوار كلاش تي في، سلام الله عليكم. ابتداء من سنة 2021 لن يتم تجديد الإقامة السياحية للعرب في بلاد منار وكمال. بطلي مسلسل سامحيني، وزارة الداخلية التركية أعلنت عن نيتها إيقاف تجديد الإقامة السياحية لجميع السياح العرب ابتداء من السنة المقبلة. وفي التفاصيل، فقد أكد مسؤول صحة هذا الخبر وقال إنه سيتم تطبيقه في السنة المقبلة، ما يعني أن جميع العرب المستقرين في تركيا بصفة سياحية عليهم مغادرة هذه البلاد أولا والبقاء خارجها لمدة عام كامل، ثم الرجوع إليها من جديد في سنة 2021 وتقديم طلب الحصول على الفيزا من جديد من أجل إقامة سياحية مدتها سنة واحدة فقط. ولعلمكم، فهذه الرخصة لن يتم تجديدها. ومنذ انتشار هذه الأخبار بدأ بعض حاملي الجنسيات العربية المستقرين بتركيا بصفة سياحية في البحث عن بديل عربي جديد. وكان للإقامة السياحية في تركيا إجراءات سهلة وميسرة فيما مضى يجريها حامل الإقامة بشكل سنوي. هذا وتنقسم أنواع الإقامة في تركيا إلى عدة أصناف، ففيها السياحية وفيها إقامة الطالب وإقامة العمل والإقامة العقارية، يعني الناس الذين يتوفرون على عقار في تركيا، ثم الإقامة العائلية والإقامة الإنسانية. وبالنسبة للإقامة العائلية، فمثلا إذا كان هناك شخص ما مقيم في تركيا ولديه عمل أو عقار، فيمكن له أن يجلب عائلته معه مثل زوجته وأطفاله. وبالنسبة للإقامة الإنسانية، فهذا ما يتعلق باللاجئين العرب كالسوريين والعراقيين مثلا. هذه الأخبار شكلت صدمة قوية للملايين من أبناء العرب الذين يعيشون على الأراضي التركية. ومع الإعلان عن تغييرات جديدة في قانون الهجرة والسياحة في بلاد تركيا، بدأ الكثير من السياح العرب يضعون أيديهم على قلوبهم بسبب القلق الكبير من التغييرات التي تجريها الحكومة التركية على هذا القانون المتعلق باللجوء والعمل والسياحة، وهو ما تسبب في حالة كبيرة من الارتباك، رغم أن هذه الإجراءات لم تطبق إلى حد الآن. ويقول المسؤولون التركيون أنها ستبدأ ابتداء من سنة 2021 كما سلف ذكره. والتغييرات في قوانين الهجرة والعمل في تركيا باتت تمس بشكل مباشر أكثر من 6 مليون عربي يقيمون بشكل دائم في هذه البلاد، منهم قرابة 3.5 ملايين لاجئ سوري، والمئات الآلاف من المصريين والعراقيين واليمنيين والفلسطينيين والمغاربة وغيرهم من حاملي الجنسيات العربية الأخرى. ففي الأسبوع الماضي تم تداول مشروع قانون جديد أصدرته دائرة الهجرة التركية، ويتعلق بإجراء تغييرات عملية على آليات منح ما يعرف بالإقامة السياحية للأجانب، والتي يعتمد عليها أغلب المقيمين العرب في تركيا لشرعنة إقامتهم الدائمة في هذه البلاد. وطوال السنوات الماضية قدمت وزارة الداخلية التركية عبر دائرة الهجرة المختصة في منح الإقامات للأجانب تسهيلات كبيرة في آليات منح الإقامة السياحية لأصحاب الجنسيات العربية، وذلك من خلال مجرد تقديم بعض الأوراق الثبوتية من قبيل عقد كراء منزل أو تأمين صحي زهيد الثمن. وكان الأجنبي يحصل على إقامة سياحية يتم تجديدها مرة واحدة كل سنة أو عامين بدون تحديد حد أقصى لعدد السنوات، والتي كان يجددها الكثير من العرب منذ سنوات طويلة وبدون أي مشاكل تذكر. ولكن بموجب التعديل الجديد على قانون منح الإقامة السياحية للأجانب، فإنه سيتم تشديد الإجراءات وتحديد منحها بسقف زمني لا يتجاوز العام إلا بسبب مقنع، وهو إما امتلاك عقار أو عمل أو دراسة أو تجارة، ووقف تجديدها للباقي.
ما يعني رفض تجديد إقامات أعداد هائلة من المقيمين العرب في تركيا في حال تطبيق هذه الإجراءات بحزم كبير. وخلف انتشار هذه الأخبار حالة واسعة من الخوف والقلق والترقب والريبة لدى أعداد كبيرة من المقيمين العرب في تركيا والذين كانوا مستقرين فيها بدون أي مشاكل منذ سنوات طويلة باسم الإقامة السياحية في ظل صعوبة حصولهم على إقامة عمل أو إقامة طابو التي تمنح فقط للناس الذين يمتلكون عقارات في هذه البلاد وأيضا الجنسية التركية التي يمكن الحصول عليها من خلال شراء عقار بمبلغ يتجاوز ثمنه 250 ألف دولار أمريكي. وهناك من يرون أن هذا القرار جاء لأسباب اقتصادية محضة خصوصا في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تمر منها تركيا حاليا وتأكيد التقارير الرسمية وصول البطالة في هذه البلاد إلى مستويات غير مسبوقة، الأمر الذي ولد نقمة شعبية في تركيا وسخطا عارما من الشعب على السياسات الحكومية مع ربطها بالتسهيلات الممنوحة للأجانب والمقيمين العرب في تركيا وسط اعتقاد شعبي بأن تواجد الملايين من الأجانب في البلاد قلص من فرص العمل للمواطنين الأتراك وساهم في انتشار البطالة وتعميق الأزمة الاقتصادية. وبخصوص تشديد إجراءات منح الإقامة للسياح العرب يمكن أن يدفع مئات الآلاف منهم إلى البحث عن بدائل أخرى لتجنب فقدان حقهم القانوني في الإقامة وذلك من خلال محاولتهم اللجوء إلى الحصول على إقامة دراسة والالتحاق بإحدى الجامعات الخاصة هناك أو الحصول على إقامة عمل وبالتالي الالتزام بالتسجيل ودفع بدائل التأمين والضرائب كاملة للدولة وهو ما نجح العرب في التهرب منه لسنوات طويلة بفضل الإقامة السياحية أو شراء عقار صغير يمكنهم من الحصول على إقامة طابو. أما الذين يشترون عقارا ثمينا كما سبق ذكره فيمكنهم مباشرة الحصول على الجنسية التركية وهذا خيار متاح فقط لمن يتوفر على إمكانيات مالية كبيرة. ورغم عدم توفر أي تأكيدات رسمية من الحكومة التركية إلا أن تطبيق هذه الإجراءات في حال المصادقة على القانون لن يكون بالأمر السهل وسوف تضطر الجهات الرسمية التركية إلى تقديم حزمة من الاستثناءات والتسهيلات لأسباب مختلفة كما يرى ذلك المراقبون والمحللون وذلك على غرار ما قامت به في الأشهر الماضية عقب التعديلات التي تم إدخالها على قانون الهجرة والعمل. وقبل أشهر قليلة أصدرت السلطات التركية قرارات تتعلق بتشديد قوانين الهجرة واللجوء وضغطت كثيرا على اللاجئين السوريين غير المسجلين من أجل الخروج من إسطنبول والعودة للإقامة في الولايات التركية الأخرى بالتوازي مع حملة كبيرة ضد اللاجئين غير القانونيين إلى جانب حملة أخرى كبيرة لمحاربة عمل الأجانب بشكل غير قانوني وذلك في محاولة لإرضاء الشارع التركي الذي زادت نقمته على عمالة الأجانب في ظل تزايد الصعوبات الاقتصادية. أما بالنسبة لأصحاب الجنسيات الذين يتوقع أن يتم استثناؤهم من هذا القانون فيتعلق الأمر باللاجئين السوريين الذين يعيشون تحت بند هذا النوع من الإقامة كما يمكن أن يشمل هذا الاستثناء الآلاف من الذين لا يمكنهم العودة إلى بلدانهم لأسباب سياسية وأمنية كالمعارضين القادمين من مصر والعراق بالإضافة إلى الفلسطينيين الذين لا يمكنهم العودة إلى قطاع غزة. وهناك استثناءات أخرى لم يتم الكشف عن تفاصيلها بعد. ويوما بعد يوم يزداد إقبال العرب على شراء العقارات في تركيا وحسب وكالة الأناضول فإن عدد المنازل المباعة للأجانب في أكتوبر الماضي فقط بلغ أكثر من 37 ألف منزل. شكرا لكم متابعينا على المتابعة، كان معكم محمد البودالي من قناة كلاش تي في. لا تنسوا الاشتراك في قناتنا مع تفعيل زر الجرس لكي يصلكم دائما جديدنا. دمتم في رعاية الله وحفظه.
وإلى حلقة أخرى قادمة بإذن الله.